أرضك هاي؟ أجا بس خرب وضل طالع مش طاط. احكي لنا شو اللي صار. شو اللي صار؟ من الأسبوع اللي فات أجوا الجيش وأجا مستوطن معاه. مستوطن أول شيء أجوا وبلبس الجيش. صار يقول هاي الأرض مصادر وهذا الوجه كله مصادر من حجة لشفر لاكف كلياته مصادر. آخر يوم جاب ثلاث بواقر معاه مرة واحدة والجيش كله حدا ما يكرب عليه يلحقوا بالطخ لباكه. وأجا بلش بس يخلع زيتون ويهرب. خلعوا كل الزيتون كلياته هاي فوق 1500 زيتون 1300 زيتون لسه انت مش شايفه شو راح شوفه كمان زيتون عمره 40 سنة و50 سنة خلعوا. أنا حطيت زيت من 1.25 مليون شيكل هين في 45 سنة تربة اشتريتها مشترى تربة يعني كي جرفات وتنظيف تنظيف تنظيف يعني بنعملنا 120 جلن زيت من هين كل الحريكة هاي نعملنا ابو 120 جلن زيت هاي راح هيك هم حسب ما اعلنوا كانت البداية 14 دنم وصلت مخططات في مساحة 140 دنم شايف الامر اكثر من ذلك بكثير ما بقول لك هذه أرض تفوق 200 دنم والإشي الثاني تفرج على الطرق اللي عملوها هاي أراضي تلقائيا راح تكون مناطق أمنية ما أنت هذا الشارع راح تكون مناطق أمنية للمستوطنين إذا المبدأ اللي بتخرف عنه لا يقل عن 1000 دنم thank you.